البيتي فور الناعم. برضو دخلت في الوصفه النشا، لان النشا زي ما قلنا النشا ما فيهاش ماده الجلوتين اللي بتعمل لنا عرق زي اللي موجوده في الدقيق. فلما استبدلت ده في الغريبه، دخلته في الغريبه لقيتها بقت ناعمه جدا. لما عملته في الكحك بقى ناعم جدا. كم من الناس ما شاء الله بعتولي برضو تطبيقات رهيبه وكلام جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله هحاول الحق اقرا تعليق منهم، جميل جدا، نزلته على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ويعني فعلا اثر فيا جدا. فبالتالي انا برضو دخلت النشا بقى دلوقتي في البيتي فور والسابلي عشان دي نفس نتيجه النعومه دي. هقول لكم دلوقتي على البيتي فور الناعم. معانا 200 جرام زبده طريه، يعني كوبايه، كوبايه يعني 200 جرام، بس ارجوكم نمشي بالجرام عشان هتفرق معانا جدا في النتيجه. يعني بصوا، يعني احنا انا ما اقدرش اقول لكم مثلا بستخدم نوع دي ايه او نوع سكر ايه او نوع الزبده ايه، خلاص. فهنا يكفي اصلا ان الانواع انا ما اقدرش اقول لكم بالظبط انا بستخدم انواع ايه، فعلى الاقل نمشي صح في المقادير. لان لو احنا مشينا بالكوبايات كل واحد كوبايته مختلفه في البيت ومش ماشيه مع مثلا البيض، يعني البيض هنا معيار فلازم قصاده كوبايات معينه، فما ينفعش ان احنا نشتغل بالكوبايات ارجوكوا. يبقى 200 جرام زبده طريه، 80 جرام سكر بودره منخول، 2 صفار بيض، فانيليا، رشه ملح، ميتين جرام دقيق، 80 جرام نشا، وقليل من اللبن عند اللزوم فقط، ويعني احتمال كبير جدا ما تحتاجوش الا لو دخلتوا في الكاكاو الخام قصادكم. لو انتوا عايزين تعملوا بالكاكاو تدخلوا كاكاو خام بعد العجن، يعني تكونوا عملتوا مثلا بالفانيليا وخلاص وعايزين مثلا نص العجينه التاني تعملوه بالكاكاو، هتزودوا كاكاو خام ساعتها منخول، ولو احتاجتوا بقى شويه لبن بتزودوا شويه صغيرين جدا. او الطريقه التانيه لو من الاول عارفين انكم عايزينه بالكاكاو، هتشيلوا مقدار الكاكاو اللي انتوا عايزين تحطوه من الدقيق. الدقيق في العجن يوازي زي الايه، الكاكاو يوازي زي الدقيق، الكاكاو زي الدقيق في الايه، في الوصفات. هتشيلوا من ده تحطوا من ده كده، خلاص. يبقى الوزن اللي هتشيلوه من الدقيق تحطوا مكانه كاكاو خام لو انتوا من الاول عايزين الوصفه بالكاكاو. نبتدي بقى. اول حاجه احنا بنبتدي نضرب الزبده الطريه مع سكر البودره. لغاية ما يبقى ناعم معايا. مهم سكر البودرة يكون منخول. خلاص الوصفة تبقى معانا كريمي. وبعد كده ننزل عليها صفار البيض. صفار البيض ليه مش بيضة كاملة؟ بياض البيض دايما معروف ان هو من الحاجات اللي بتنشف شوية، يعني هنلاقي مثلا بيضة كاملة موجودة في بسكوت النشادر بس مش موجودة في البسكوتات الناعمة، بتفرق كتير جدا. يعني احنا بنعمل من بياض البيض المارينج مثلا بيبقى ناشف في او مثلا في التارت عايزينه ناشف شوية نحط بيض كاملة، لكن لو احنا عايزين الحاجة ناعمة بنحط دايما صفار بيض. ففي الوصفة دي صفار بيض من غير الايه، البياض. نضرب بقى. نزود الفانيليا. وهخلط النشا على مقدار الدقيق. ما ننساش رشة الملح بتفرق جدا. هبتدي بقى خلاص بدا يتخلط اهو، ببتدي ازود بقى الدقيق.
واحده واحده. ننزل بس اللي في الاطراف علشان يبقى واصل لكله. في الحالة دي كمان احسن لي ان انا اشتغل بالكف عشان خلاص انا اول خفقة عملتها الزبدة مع السكر البودرة انا خلاص كده خفقتها كفاية. فايه هو ممكن الواحد يشتغل على طول بالكف من الاول يعني مفيش مشكلة حسب انتوا عايزين تفوقوها جامد او لا. بحاول بقى ما اضربش جامد يا دوبك يلم معايا. خلاص هنزل بقى كده بايدي عشان ايه اضمن بس ما يكونش كل العجينه راحت مني في الجهاز. ونحطها في كيس حلواني حسب انتوا عايزين تحطوها في حاجه تضغط او ولا عايزين تحطوها في حاجه زي كيس حلواني. انا من الناس اللي بحب اشتغل دايما بكيس الحلواني علشان بيبقى بيديني شكل الوردات اللي انا عايزاه مش بيبقى الشكل اللي هو المضغوط بقاله. لكن حسب انتوا عايزين بقاله الضغط ينفع جدا مفيش مشكله بس ضروري سواء كده او كده ان احنا لازم ندخل الاول وحدتين الفرن علشان نشوف هي هتسيح معايا يعني كويسه ولا ساحت مني. لو ساحت مني هعمل ايه هبتدي ازود دقيق. فلازم الاول نجرب واحدتين وبعدين نحكم وعلى اساسها ايه نشتغل. باخد بقى العجينه بالشكل ده واحطها في كيس حلواني. هجرب الاول واحدتين وبعدين ايه ندخلها الفرن ونشوف. اهو بالشكل ده واحدتين بس شكل الوردة. اهو ندخلها الفرن ونشوف على كام بقى على 180 درجة. طيب هيبقى معايا بقى الجاهز نعمله على 180 هنا بالظبط هنا اقل شويه عشان ده فرن فوق وتحت فهعمله على 160. الجاهز معانا هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله كده. هنبتدي بقى نعمل له الزينه بتاعته. نعمل الزينه بتاعته ازاي؟ تعالوا نروح على هناك بس عشان نقدر نشوف مع بعض برضو الزينه اللي احنا ممكن نعملها عامله ازاي. دي زينة التقليدية اللي هي بتبقى يا بالفارماسيل يا بالشوكولاتة يا بالمكسرات زي ما تحبوا. اللي انا لاحظته بقى حلو جدا هو اللي شكله بالايه بالسكر اللي هو بيبقى واخد لمعة حلوة بيبقى زي الذهبي كده شكله حلو جدا جدا جدا. ده اللي هو الايه البيتي فور. تقدروا تعملوه بالشكل ده يبقى السكر بتاعه بيبقى الشكل اللي هو الذهبي او الفضي. في منه فضي ده فضي مثلا وده ذهبي فاتح وده ذهبي على اغمق شويه. شايفين بيدي شكل شياكه فظيع يعني لمعته تجنن. بيتي فور احنا عملناه مثلا في الفرن خلاص وجاهز معانا. هبتدي احطه في شوكولاته متدوبه على حمام مائي وابتدي في الطرف. لازم اعمل الحركه دي ليه؟ عشان تعمليش قاعدة من تحت شكلها بيبقى بايخ جدا. هاخده كده وانزل في السكر الجليتر اللي بقول عليه ده اللي بيدي شكل خرافي. بصوا دي لازم تقرب بالكامل وهمي.